يقول مر بضائقة مالية فباع في ذلك اليوم جهازا يعتقد أن بيعه فيه شبهة، ويسألكم عن الحكم جزاكم الله خيرا. لم يبين هذا الجهاز حتى نعرف هل هو محرم بيعه أو غير محرم، والمعروف عند أهل العلم أن أدوات له محرم بيعها وحرام أكل ثمنها والواجب إتلافها، مثل آلات المعازف والمزامير وآلات الغناء، هذه يجب إتلافها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.